هتعمل لنا ايه النهارده بقى النهارده يا بقى شيف؟ هنعمل لك بقى زي ما احنا متعودين كل سنه مشاهدينا بنعمل السفره عامره، تختاري منها اللي تحتاجيها. هنعمل شوربه الحريره واختاري. اختاري واختاري. هنعمل شوربه الحريره وهنعمل كمان الحريره دي من ليبيا؟ الحريره دي مغربيه. مغربيه صح؟ المغرب العربي صح كله، المغربيه كله، المغرب العربي كله. امال الثانيه الليبيه اسمها ايه؟ مغربيه الحريره. طب هقول لك بس الاول وبعدين هنكمل على المغربيه. ماشي. هنعمل طاجن السجق بالمكرونه، طاجن سجق بالمكرونه، صفائح لحمه، وهنعمل سلطه التبوله، وهنعمل كنافه بالجبنه النابلسيه، قطايف بالجبنه وكنافه بالجبنه النابلسيه، كنافه، وهنعمل عصير ايه اللي انت عايزاه؟ عصير عرق سوس. لا بس انا بقول لك اهو من دلوقتي انا حاجزه الكنافه النابلسيه دي. ماشي. تاخديها سخنه. ماشي. انا بقول لك وهنستاذن حسني يعني حتى تعالى خدكم نروح المطبخ. ماشي. يلا يا بنات جاهزين؟ جاهزين. يلا على المطبخ. فيك بعد ما نفطر شمعي منور، شمعي منور.